Excellency Ms. Saud Abdel Razik Said, Minister of Education of Sudan. Your Excellency, you have the floor. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد رئيس المؤتمر، السيد رئيس المجلس التنفيذي، السادة أصحاب المعالي الوزراء والرؤساء وأعضاء الوفود، السيدة إيلينا بوكوفا المدير العام، السادة والسيدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخ الرئيس، اسمح لي أن أتقدم إليكم بالتهنئة على انتخابكم بالإجماع رئيسا للمؤتمر العام في دولتي هذه، كما نتقدم بالتهنئة لسلفكم السيد هاو بينغ الذي أدار أعمال الدورة السابقة باقتدار وحكمة وصبر، والشكر والتقدير للسيد رئيس المجلس التنفيذي ولكافة الزملاء والزميلات المنتخبين، كما أرجو أن تسمحوا لي بالتقدم نيابة عن وفد بلادي بالشكر والتقدير للسيدة إيلينا بوكوفا الأمين العام لمنظمة اليونسكو لما ظلت تبذله من جهود مضنية مع فريق عملها لاستنباط الوسائل كافة لتعزيز دور المنظمة في بناء المجتمع العلمي والسلم والوئام الاجتماعي. وباسم حكومة السودان نتمنى نجاح مداولات هذه الدورة المهمة من دورات المؤتمر العام والتي تأتي تزامنا مع العيد 70 للمنظمة، حيث شارك السودان وبفاعلية في النقاش والتشاور الذي بادرت به المنظمة مع الدول الأعضاء ابتداء من مسقط وانتهاء بإنشوان لتحديد هدف التعليم للجميع، ألا وهو ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعليم مدى الحياة ضمن أهداف التنمية المستدامة لما بعد 2015. ونؤكد بأن السودان قد اعتمد ما توصلنا إليه في خطته العامة للتعليم. إن أهم العقبات التي تقف في طريق مسيرتنا التربوية والعلمية والثقافية تتمثل في العقوبات الاقتصادية الغسلية الأحادية التي تعيق تنفيذ كل خططنا الرامية لتحقيق تلك الأهداف السامية. كانت بلادي تتطلع عقب إكمال اتفاقية السلام 2005 وعقب تنفيذ اتفاقية السلام الدوحة في 2011 أن يولي المجتمع الدولي عناية خاصة للغداء الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في السودان، كما كنا نتطلع أيضاً لاستئناف العون التنموي والدعم المؤسسي لبلادنا أسوة ببعض الدول التي خرجت من النزاعات. إن قناعة بلادي بأن التعليم هو محور التنمية البشرية أخذ حقه تماماً في زيادة مؤشرات التعليم في السودان، حيث زيادة فرص التعليم وتحسين جودته، زيادة نسبة الاستيعاب في التعليم الأساسي والثانوي إلى عناية خاصة لتعليم البنات والفتيات لتحقيق المساواة بين الجنسين، توفر الدعم اللازم من الحكومة ومن الشراكة المجتمعية ومن الشراكة الدولية مثال جي بي إي ومنظمة اليونسكو وبعض المنظمات، وظل استخدام معامل العلوم الثقيلة ديدننا في المدارس الثانوية والتوسع الرأسي والأفقي في التعليم العالي. يقدر السودان الدور الذي ظلت تطلع به منظمة اليونسكو في مجال العلوم الطبيعية في السودان، فقد كان لها الفضل في تجديد سياسة العلوم والتكنولوجيا والابتكار من خلال الاستجابة لمبادرة السيد رئيس الجمهورية والتي أكد عليها بإنشاء مركز اليونسكو الإقليمي لتنمية القدرات والبحوث في حصاد المياه من الفئة الثانية، يتوافق مع استراتيجيتنا في الحفاظ على هذا المولد الحيوي. تولي بلادي أهمية خاصة لتشجيع التفكير العلمي لتحديد وتحليل التحديات الراهنة من أجل تعبئة المعارف والقدرات التي تنطوي عليها العلوم الاجتماعية لتمكين المرأة والشباب باعتبارهما عنصرين رئيسيين في التنمية المستدامة وتحقيق التنمية الوطنية والمجتمعية والسلام، والمشاركة في الجهود الرامية للتصدي لتعاطي المنشطات والمخدرات والنهوض بواقع التعدد الثقافي والاجتماعي، ولتوظيف القيم الإنسانية النبيلة من أجل الحوار والتعايش والتسامح والتواصل، ونسعى لنشر الوعي بالجوانب الأخلاقية للتقدم العلمي في الميادين الحديثة لعلوم الإحياء والتقنيات البيولوجيا، وذلك من أجل تحديد آثارها الأخلاقية والقانونية والاجتماعية وبناء الجسور وتعزيز العلاقة بين الباحثين وواضعي السياسات والاستفادة من الفرص المتاحة لإقامة الشراكات. وننوه هنا بالدور الذي يقوم به كرسي اليونسكو للأخلاقيات البيولوجية الذي يتبع لجامعة الخرطوم. والسودانيز يقدر دور اليونسكو في بناء وتنمية القدرات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ووسائل الإعلام التابعة للمجتمعات المحلية والانتفاع الحر بالمعلومات وسد الفجوة الرقمية لتمكين المجتمعات من استقلال إنتاجها والترويج لتراثها. يتميز السودان بمساحاته الواسعة وبتنوع الثقافات مجتمعاته المحلية، ويزخر بتراث غير مادي غني ومتنوع في كثير من مناحي الحياة. نقدر المساعدة الدولية من اليونسكو والتي حصل عليها السودان في حفر وتوثيق التراث الثقافي غير المادي في جنوب كردفان والنيل الأزرق. إن السودان لا شك يعد من بين أقطار العالم التي تذخر بالآثار والمواقع الأثرية والتاريخية المتمثلة في الإهرامات
والمدافن والأثر الإسلامي والمسيحي والحضارات النوبية القديمة التي عرفها الإنسان والتي قامت على ضفاف النيل، وقد تم إدراج بعضها في السجل العالمي للتراث كجبل البركر وأهرامات مروي والنقع والمصورات، وبعضها في طريقه للتسجيل كجزيرة سان جنيف في البحر الأحمر. وفي هذا السياق اسمحوا لي أن أتقدم لكم بالشكر والتقدير الخاص لدولة قطر الشقيقة لجهودها المتواصلة في الاهتمام بالآثار النوبية بالسودان وبالتعاون مع اليونسكو. سيد الرئيس، سادة والسيدات، نتمنى لمؤتمرنكم هذا النجاح في تعزيز سعي جميع الدول الأعضاء للالتقاء بالأهداف السامية للمنظمة في بناء مجتمع العلم والثقافة والمعرفة والسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.